يكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا رب. اليوم ان شاء الله غادي ندير واحد الطاجين شهوه منه بنكهه البحر والدخان. غنديروا ان شاء الله باذن الله تعالى كالامار محشي بفواكه البحر، تيجي رائع جدا. اول حاجه غادي نبدا بالشرموله. بالنسبه للشرموله ان شاء الله غادي نحتاج الكمون، فلفل اسود اللي هو الابزار، التحميره اللي هو البابريكا الحلو، الملح، ثوم مفروم، القزبر والمعدنوس. غنزيد عصير الحامض، غنفضل انا عصير الحامض على الخل. وغنزيد كميه من زيت الزيتون وغنخلط هاد العناصر جيدا وغادي نتركو جانبا ان شاء الله. دوزو باش نصاوبو ان شاء الله الصلصة ديال الطماطم. عندي هنايا مطيشة مقطعة، غنزيد عليها فلفلة مشوية طبيعة الحال دا تشويوها وتنقيوها كلشي تعرفي صاوبها. وغادي ندير ثوم، نزيد عليها قليل من الطماطم المركزة، هي شوية ما تكتروش باش تجي الصلصة عاقدة، والماء. وغادي نطحنو جيدا. ما طحنتو مزيان غادي ناخد واحد شويه باش نحتفظ به ان شاء الله للحشو، شويه ماشي بزاف، وهي اختياريه اصلا ماشي ضروري. بالنسبه للحشو ديروا اللي بغيتو. المهم هيا الصلصه كما قلت لكم اللي غادي نخليها للحشو. دابا ندوزو باش نشوفو شناهي الحشو اللي غادي نستعملوه ان شاء الله. بالنسبه للحشو ان شاء الله غادي نستعملوا البصل المفروم، عندي كميه من الارز اللي طايب. المهم الارز على حسب، ما نستعملوش كله، المهم على حسب الكلامه اللي عندكم. عندي زيتون مفروم وعندي هنايا رجيلات ديال الكلامار اللي قطعته قطع صغيره. بالنسبه للزيتون انا صراحه طبختو شويه لانه تيكون مالح. دابا ندوزو ان شاء الله باش نشحر البصل. علت على البوطه، غندير هنايا قليل من زيت الزيتون. ديروا الزيت العادي ديرو، ولكن من الافضل ديروا زيت الزيتون. وغادي نخليه يتشحر واحد شويه. بعد ما تشحر ليا البصل، زدت هنايا صلصه الطماطم وقليل من الشرموله والزيتون ورجيلات ديال الكالامار. ترى الحشوه راهي طابت، غادي نفوع عليها البوطه. هذا تشوفوا عندي الرز هنايا، غنزيد عليها حشوه البصل والزيتون وغادي نخلط جيدا. استعملت هنايا الرز بسمتي، ممكن ديرو الرز كراسي او الرز عندكم ديروه. المهم ذوقوا شوفوا واش يعني ناقصه فيها الملحه ولا القوام، وديك الساعه زيدوا ليها. عندي هنايا الكلامه اللي منقي ومصفي، غنزيد عليها شويه ديال الشرموله ونخلطها جيدا. بالنسبه للاخوات اللي غادي يسولوني على الكالامار، راه تيتباع فريفي، ولكن هذا جابوه في ليدل. بعد خطره تيجيبو الكالامار، تيجيبو الفخوي دو مار، كل مره شنو تيجيبو. وغتلقاوه غالبا في كوفلاند. كوفلاند فيه كلشي الصراحه، ما تلقاش انا هنا الطري، دوماج. صافي من بعد ما خلطت مزيان الشرموله، دابا ان شاء الله غادي ندوز باش نعمر. طريقه التعمار سهله، غادي ناخدو غادي نحلوها ونتسايسو معاي بشويه، ما نعمروهاش بزاف. المهم خذوا الخاطر، معلقه صراحه كبيره ولكن معليش، تبقاو غير بشويه بشويه، وحاولوا انكم تعمروها حتى لحد هنايا، حتى لحد هنا، لانه راه مازال غادي تنفخ. صافي غادي نكمل ان شاء الله جميع الوحدات وغادي نتلاقاو ان شاء الله. حبيباتي خديت الوقت ديالي وعمرت الكالامار مزيان، نشط ليا شويه الحشو ودرتو في وسط الطماطم. درت الطاجين ودرت فيه صلصه الطماطم اللي طحنتو مع الفلفله مشويه، عطيتي واحد ريحه ديال الشوا ولا ريحه الدخان زوين بزاف. غادي نزيد ما تبقى من الشرموله،
نخلط مزيان مزيان، وغادي نحطو على البوطه باش طيب لنا المطيشه وتوكح شويه. يعني الا جينا ودرنا الكالامار وكلشي ما غاديش طيب الصلصه مزيان، خاص ضروري الصلصه طيب هي الاولى عاد نكملو التتمه ان شاء الله. غادي نضيف هنايا مطيشه المعمره باش طيب شويه. غادي نسد الطاجين ونخلي حتى طيب الصلصه مزيان ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. جماعه كما شفتوا المطيشه راه طابت، دابا ان شاء الله غادي نستف الفواكه البحر والكالامار المحشي، وديك الساعه نكملوا الطيب ان شاء الله. ماما غادي نبدا نستف ونوريكم في الاخر كيفاش درت انا حبيباتي. هنايا استفت الكالامار، هنايا الكروفيت، فوق مطيشه درت الورد، وهنايا الفلافل مشويه، هنا الخضر وهنا الاحمر كما تشوفوا بوزروك، والزيتون وداكشي اللي بقى ليا من الفلفله الحمراء قرطو كريدات صغيرين وحطيتو في الجناب. نتمنى يعجبكم الزواق. دابا ان شاء الله غادي نحطو يطيب على خاطرو ما تكثروش ليه الطياب، لانه الكالامار راه دغيا تيطيب. حبيباتي هاد الطاجين وجد، نتمنى يعجبكم هاد الطاجين وينا رضاكم ان شاء الله، وتجربوه وتردوا عليا الخبر. نتلاقاو في فيديو تاني ان شاء الله. سلامه.